هذه النشرة برعاية ليبا بريد إسي مابلر. نشرة أخبار الكومبس، مرحبا بكم. تطور جديد في قضية مقتل الشاب العراقي أحمد نجم الدبحاوي في مالمو، حيث بدأ عناصر من شرطة خفر السواحل السويدية عملية غطس في مياه بحيرة داخل حديقة عامة في المدينة، وذلك بغرض البحث عن أدلة مرتبطة بجريمة مقتل الشاب أحمد بعد إطلاق النار عليه في 12 من شهر كانون الثاني يناير الماضي. عمليات الغطس أتت إثر تلقي الشرطة معلومات عن احتمال وجود أدلة داخل مياه الحديقة القريبة من موقع حدوث الجريمة. وجهت هيئة تفتيش البيانات السويدية انتقادات لمكتب العمل بعد الكشف عن قيام موظفين في المكتب بالدخول إلى البيانات الشخصية لعدد من المراجعين، وذلك خارج صلاحيات عملهم. وحسب المراجعة التي أجرتها الهيئة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في مكتب العمل، تبين أن هناك حالات دخول من قبل الموظفين إلى بيانات خاصة بالمسجلين كالبيانات الصحية الخاصة بهم على سبيل المثال. وقالت إيلين هاليستروم المحامية في مجلس إدارة هيئة تفتيش البيانات إنه يجب على المسؤولين في مكتب العمل تقييد إذن دخول موظفيهم إلى البيانات الشخصية ووضع شروط معينة على ذلك. تكشفت دوافع جريمة القتل التي أدت إلى مقتل رجل وامرأة أمس الثلاثاء في منطقة هالونباري شمال ستوكهولم. صحيفة داغز نيوهاتر ذكرت أن الرجل القتيل والبالغ من العمر 39 عاماً كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة لاستجوابه في قضية زراعة وإنتاج نبتة القنب المخدرة. الرجل الذي شارك مع مجموعة أخرى بصناعة هذا المخدر هو نفسه الذي كشف للشرطة عن وجود المصنع، وكان طوال الوقت يشعر بالتهديد لكنه رفض إبلاغ الشرطة، ودائما حسب داغز نيوهاتر اليومية السويدية. قررت محكمة الاستئناف في مقاطعة جوتلاند فرض تشديد طفيف على الحكم الصادر بحق شاب متهم بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر الإنترنت، حيث حكمت برفع العقوبة من 3 سنوات إلى 3 سنوات و4 أشهر، معتبرة في قرارها أن الأفعال والإيحاءات الجنسية والألفاظ التي استخدمها المتهم يمكن أن تصنف على أنها اغتصاب، ويتهم الشاب الذي يبلغ من العمر حالياً 23 عاماً ب100 حالة تحرش جنسي لأطفال وفتيات تتراوح أعمارهم بين 15 و14 عاماً، ومن بين هذه التهم إقناعه لبعض الضحايا بإرسال صور عارية لهم أو القيام بحركات جنسية معينة. قال وزير العدل السويدي أن الإجراءات الأوروبية الجديدة لمكافحة الإرهاب هي خطوة إلى الأمام لقمع الإرهاب في أوروبا، وسنحصل الآن على قواعد أوروبية أقوى تربط بين جميع دول الاتحاد الأوروبي بطريقة أفضل مما كان عليه الوضع في السابق، ولا سيما إطار القواعد القديمة. وأضاف أن معظم التوجيهات القانونية الأوروبية الجديدة هي موجودة بالفعل في القانون السويدي، ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز وتقوية قوانين مكافحة الإرهاب. وبحسب التوجيهات التي أقرها المجلس الوزاري الأوروبي، فإنه سيتم تشديد عدد من القوانين مثل اعتبار تلقي الإرهابيين دروس تدريبية أمراً غير شرعي، منها على سبيل المثال دروس كيفية استخدام تكنولوجيا الأسلحة. وأخيراً تحتفل السويد والعالم اليوم 8 آذار مارس بيوم المرأة العالمي، وقبل 100 عام تقريباً وفي نفس هذا اليوم تظاهرت عدد من النساء الروسيات للمطالبة بالحصول على الخبز في مدينة سان بيترسبورغ، الأمر الذي ساهم في إعلان اليوم العالمي للمرأة
في هذا التاريخ. وأما في السويد فقد بدأ الاهتمام بيوم المرأة العالمي في العام 1912، حيث طالبت النوادي الديمقراطية الاجتماعية الخاصة بالنساء لعقد مجموعة من اللقاءات بهدف المطالبة بحق التصويت العام. وفي عام 1921 حصلت المرأة السويدية على حقها في المشاركة بالانتخابات والتصويت. كل عام وجميع نساء العالم بخير، وإلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، إس سي موبلر.